هنتكلم عن فيروس كورونا المستجد وعلاقته بزمر الدم المختلفة، ما هي الدراسات العلمية وهل لذلك أهمية وتطبيق من الناحية العملية. فالدراسة الأولى من الصين تم فيها مقارنة نسب زمر الدم المختلفة عند 2200 مريض مصاب بفيروس كورونا مقارنة مع 2700 من الأشخاص الأصحاء. تبين أن الزمرة A هي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الزمرة O. كانت نسبة الزمرة A هي 38% عند الأشخاص المصابين مقارنة مع 31% من الأشخاص الأصحاء، ونسبة الزمرة O كانت 26% عند الأشخاص المصابين مقابل 34% عند الأشخاص الأصحاء. الفرق بهالنسب هذا كان له أهمية إحصائية، بحيث استخلصوا من نتائج هذه الدراسة أن الأشخاص اللي عندهم زمرة A هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الأشخاص اللي عندهم زمرة O. نتائج مشابهة لدراسة من نيويورك أظهرت فيها كذلك أن الزمرة A هم أكثر عرضة للإصابة من الزمرة O، لكن بدراسة تانية كمان من نيويورك كانت نتائجها مختلفة قليلا، بحيث أنه الأشخاص اللي عندهم زمر سواء كانت A, AB ولا B كلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من اللي عندهم زمرة O. وكذلك بنفس الدراسة تبين أنه الأشخاص اللي عندهم الـ Rh factor إيجابي Rh إيجابي كانوا هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الأشخاص اللي عندهم الـ Rh سلبي. إلا أن شدة الإصابة من حيث تطور الإصابة إلى حالة شديدة تتطلب الوضع على جهاز التنفس وكذلك نسبة الوفيات كانت مختلفة بين هذه الزمر، بحيث أنه وإن كانت الزمرة A هي أكثر عرضة للإصابة من الزمرة O إلا أن نسبة الوفيات وشدة الإصابة لم تكن أكثر بالمقارنة مع الزمر الأخرى. بالمقابل هناك دراسة تم نشرها بـ Annals of Hematology من ماس جنرال هوسبيتال، لم تظهر وجود علاقة بين شدة الإصابة وبين زمر الدم المختلفة. بنفس الدراسة تبين أن الأشخاص اللي عندهم زمرة B أو AB كانوا أكثر عرضة للإصابة من الأشخاص اللي عندهم زمر أخرى، وكذلك الأشخاص اللي عندهم Rh إيجابي كانوا أكثر عرضة للإصابة من الأشخاص اللي عندهم Rh سلبي بنفس الدراسة. بدراسة جينية واسعة من إيطاليا وإسبانيا تم تحديد مورثتين أساسيتين لهما علاقة بشدة الإصابة. تبين أن أحد هاتين المورثتين لها علاقة أيضا بتحديد زمر الدم، ومن هنا يأتي الربط بين شدة الإصابة وبين زمر الدم المختلفة، بحيث أن بهذه الدراسة تبين أن الزمرة A هي عرضة لإصابة أشد من الزمرة O. طبعا السؤال المهم هون هو يا ترى هل لهذه الدراسات العلمية أي تطبيق من ناحية العملية أم لا؟ فهذه الدراسات وإن كانت أولا متناقضة شوي بين بعضها، لكنه على الغالب تظهر أن الأشخاص اللي عندهم زمرة O هم أقل عرضة وأقل شدة للإصابة من الأشخاص اللي عندهم زمر أخرى وبالتحديد زمرة A. لكن من ناحية العملية هذا الشيء ما حيغير أي شيء بالنسبة للممارسات اليومية للأشخاص سواء كان زمرة الشخص A أم زمرته O. فهذا الشيء لا يعني أن الأشخاص من زمرة O يمكن أن يكونوا أقل حذراً من الأشخاص اللي عندهم زمر أخرى. فأولاً هناك إصابات في زمر O وهناك إصابات شديدة، أي أن الفرق مو أنه اللي عنده زمرة O لا يصابوا أبداً أبداً، هذا الشيء ما أظهرته الدراسات، وبالتالي هذا الشيء لا يغير أبداً من طريقة ممارسة الوقاية في المجتمع. فبغض النظر عن زمرة الدم للشخص يجب متابعة ممارسة الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين
بالماء والصابون مرارا وتكرارا، وضع الكمامة على الأنف والفم، تجنب لمس السطوح مشتركة التماس، تجنب لمس العين والأنف والفم باليد التي يمكن أن تكون ملوثة، وكذلك مسح السطوح المجاورة بشكل متكرر بحيث يتم تطهيرها، وخصوصا السطوح مشتركة التماس. حبيت أنوه أنه كل ما أعرضه في قناتي هو مبني على أسس علمية حالية، يمكن أن يكون هناك دراسات في المستقبل قد تغير من نتائج تفسير هذه الدراسات الحالية، وبالتالي النصائح والإرشادات يمكن أن تتغير بناء على دراسات مستقبلية. شكرا لكم.